بيقول ايه لصلاح بعد اصابته الاخيره؟ ربنا يشفيه عشان يعني هو تقريبا اساس المنتخب كله. نجم زي ده كلنا نزعل على زعله وكلنا نفرح لفرحه، لان ده في الاول وفي الاخر بيمثلنا، ده واحد مننا. وانت لعيب كبير ومتفوق ومجتهد واديت مباراه جميله المباراه اللي فاتت، وان شاء الله بالتوفيق ابو صلاح. اقول له ربنا يشفيك ويرجع لمستواه ان شاء الله احسن من الاول ان شاء الله. انا لعيب كبير فخر لكل شباب مصر، ولعيبه مصر كلها طموحين ان هم يحققوا انجازات زي صلاح، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. هو صلاح بسم الله ما شاء الله فخر العرب طبعا، ونتمنى له كل خير، وكل اللعيبه الكبار بيتصابوا بيرجعوا تاني. هو عنده عزيمه ويسون ان شاء الله يرجع احسن من الاول. هل تفتكر الاصابه ممكن تاثر على عودته للمنتخب؟ لا طبعا ان شاء الله مش هتاثر عليه، وصلاح بيجي من بعيد ان شاء الله. حسب اصابته لو هو تعافى منها بسرعه او ببطء. في النهائي ما اصابه راموس رجع اقوى من اول وخد هدف البطوله. طبعا ان شاء الله، خصوصا اصابته يعني مش الاصابه الخطيره، شايف ان هيرجع لمستواه واحسن كمان. لا محمد صلاح لعيب كبير ومستواه ثابت ان شاء الله، ويكون احسن من الاول ان شاء الله. لا اكيد صلاح لعيب كبير ومفيش حاجه تاثر عليه طبعا، وهيرجع اقوى من الاول كمان باذن الله. معلش يعني المنتخب صلاح، من غير صلاح ما يبقاش من المنتخب. الف سلام عليك يا صلاح يا حبيب الملايين، بحبك كل ساعة وكل دقيقة، عاوزينك ترفع رأس مصر في الكورة، تبقى البريمو في العالم.